سيروبون، مرحبا بكم في قناتي. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. تم اتهام هوسا من فرقة ماما مسابقا بالفأ العلني أو ارتكاب فعل خادش للحياء خلال أداء مباشر، لكن تم تبرئتها رسميا من أي فعل غير قانوني، حيث أعلن مركز شرطة سيول سيونغ دونغ عن القرار يوم 4 أكتوبر، مشيرين إلى أن التحقيقات انتهت لصالح المغنية. جمعية حماية حقوق الطلاب والآباء أي نقابة الطلاب هي من اتهمت المغنية بهذه التهمة ورفعوا بلاغا ضدها، حيث ادعوا أن أداء هواسا في حفل جامعي كان فأ. استدعت الشرطة هواسا لجلسة استجواب وحققت بشكل دقيق في الظروف المحيطة بالأداء، ولخصت في النهاية إلى بطلان الادعاءات مستشهدة بالسوابق القانونية ذات الصلة. وأوضحت الشرطة قرارها قائلة: استناداً إلى تقييم واسع وشامل للأدلة المتاحة، من الصعب دعم التهم الجنائية الأولية. تم توجيه تهمة لهواسا من قبل نقابة الطلاب في شهر مايو، وسبب الجدل بأكمله كان أداؤها في مهرجان أقيم بجامعة سونغ كيونغ كوان، وتم تسجيله لبرنامج تي في أن ملكات الرقص على الطريق. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامنيدا.